السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على تالق اهداف اللاعب المغاربي لهذا اليوم، تحديدا مع يوسف انصاري، اشرف داري، والي شديره، امين عدلينا في اكل، اضافه الى بزاف ديال التفاصيل اللي غادي نتعرفوا عليها بالمختصر المفيد. لذلك بدون اي اطاله ندخلوا مباشره في العمر ونبدا مع والي شديره اللي اليوم تالق ورونها مع نادي فروزينوني ضد نادي نابولي، لانه كما عارفين شديره راه معار من نابولي الى فروزينوني، اي اليوم ماركه ثنائيه ضد نادي اللي كيمتلك العقد ديالو. اما قبل ما نشوفوا الاهداف اللي كان ماركاهم ضد نادي نابولي، شديره ولد كان صيد بيلانتي في الدقيقه 28 بعد عرقله واضحه من امير رحماني، الا ان اللاعب رقم 18 الارجنتيني ماتياس سولي كيضيع، او بمعنى اصح نفذ برعونه، علما ان نابولي هنا راه كانوا رابحين بهدف لصفر، ولكن مع اصرار المغربي قدر يجيب لك التعادل في الميطا الثاني تحديدا في الدقيقه 50 بعد خطا فادح من الحارس اليكس ميريت اللي كان هنا باغي يباسي، الا ان اللاعب الخصم تحت الضغط كيضغط عليه كما كيبان، واللي مباشره كتوصل لشديره ولد مع الطلاش ببروساج وكيسجل الهدف. ومن بعد هذا البيت ب 13 دقيقة النيجيري فيكتور اوسيمين كيماركي هدف الثاني، هدف تقدم 2-1، ولكن شديرة اليوم ابى ان يخرج نادي منهزم في هذا الماتش بحيث قدر يجيب التعادل بعد تحرك ذكي جدا اللي يلعب هنا وراء دار مدافع مع عكس حركة اتجاهي، فلو كان دخل معاه في العمق وطلب الكرة غادي يكون صعب جدا هنا يماركي، بحكم طبعا غادي يكون في مواجهة مباشرة مع المدافعين، ولكن كما قلنا هنا وليد تحرك وراء الظهر وعكس مسار هذا المدافع، واللي اوتوماتيكيا خلق راسه المساحة مع لابيل دوبال في القائم الاول، وفي هذا الوقت تحديدا المدافع في غادي يكتشف بان شديره تحرك عكس اتجاهه، وهنا هو عاد غادي يبدا يعدل الجسم ديالو باش يعمر عليه، والصوره كنظن بانها واضحه جدا، ولكن ديك الساعه صافي راه الوقت كان فات، لان فارق المساحه اللي كان خلقها وليد بالتحرك ديالو كانت كفيله تعطيه الوقت باش يلعب لك الكره باريحيه، وبراسيه خفن زربن خاطفه كيماركي لك هدف التعادل، هدف للامانه جميل وفيه تفاصيل كثيره جدا، المهم باش ما نطولوش شديره وليد اليوم دار لك واحد الماتش كبير اللهم بارك، وبهذ الهدفين اولا كيعتق فريق فروزينوني من الخساره، وثانيا كرفع رصيده الى 6 اهداف في الدوري الايطالي هذا الموسم، اما التقييم ديالو هو 8.9 كاعلى تقييم في المباراه، وحاليا نادي فروزينوني كيحتل المركز 18 ب 27 نقطه. ندوزو دابا عند المهاجم الاخر يوسف انصاري لاعب النادي الاندلسي اشبيليا اللي احتوى اليوم هز شباك نادي لاس بالماس في الدقيقه 43، وكالعاده كل هدف من ضربه راسيه اللي جبد لك بها الحارس هارون اكساندر. عموما انصاري في هذا الماتش لعب 90 دقيقه كامله واللي لمس فيها الكره في 18 مناسبه فقط، دقه التمريرات 63% تحديدا 5 ديال الباسات من اصل 8، وكانت عنده تسديداته الاولى كانت مؤطره اللي كان جا من الهدف، والثانيه كانت غير مؤطره، اما التقييم ديالو كما كيبان لكم بالواضح هو 7.2، وحاليا نادي الاندلسي كيحتل المركز 13 ب 34 نقطه، ومن اسبانيا الى انجلترا تحديدا مع المدافع المغربي الاخر نيف اغريد، اللي اخيرا نرجع لرسمي مع نادي المطارق ويسام يونايتد في الماتش الديربي اللي كان كونتر فريق فولهام، ولكن للاسف كما عارفين كانوا خسروا بهدف لصفر. بالنسبه لمستوى اغريد نيف كنا هضرنا عليه مرارا وتكرارا، وانتقدناه طبعا بما يرضي الله وبما فيه الكفايه، المهم كنتمناو يرجع ذاك نيف اللي كان عليه في الدوري الفرنسي. غير هو عندي واحد الملاحظه مهمه جدا في الهدف الثاني ديال نادي فولهام، وباش نحطكم بعدا في الصوره، انا هنا راه ما كنحملش مسؤوليه الهدف لاكرد نايف، هذا البيت اللي تمارك راه كيتحملوا الدفاع باكمله غير باش نكونوا متفقين. المهم اللي بغيت نقول هو المدافع اللي كيلعب في المستوى العالي بحال الدوري الانجليزي مثلا، المفروض هنا يكون عنده التوقع مع التايمينغ في الخروج والضغط على المهاجم، اولا التوقع يكمن في الباس اللي غادي يلعبوا هذا اللاعب، وثانيا التايمينغ في الخروج للضغط على هذا المهاجم، فلو نايف هنا كان خرج وضغط على هذا اللاعب اثناء ملعب الباس كان غادي يعمر عليه، وديك الساعه غادي يكونوا بزاف وبزاف ديال السيناريوهات، يا اما مثلا غادي يقطع عليه الكره او غادي يضرب فيه وتغير الاتجاه اثناء ما يلعب هذا اللاعب الباس، وزيد على ذلك ونزيدكم راه نايف في واحد الوقيته راه كان باغي يخرج ويضغط لك على هذا اللاعب هنا، ولكن في اخر المطاف تردد كما كيبان لكم بالواضح، وبذلك اصدق ما ضغط عليه ما عمر لك على هذا اللاعب القادم من الخلف، لهذا الاخر في اخر المطاف لقى الحريه فين يضرب سبرينت ويستلم لك الكره على خاطره، ويهز راسه ويسكان ويشوف وضعيه المهاجم فين كاين، وهنا بين قوسين اغريد كان عليه يكون اكثر شراسه في البريسينغ على اللاعب، وما يعطيش هذه المساحه كامله لانك راك داخل منطقه الجزاء، المهم كيبان تلعب الباس وجا منه الهدف، وكنزيد ناكد بان الهدف راه مسؤوليه دفاع ويستام يونايتد بالكامل، فقط حنا ركزنا غير على اغريد لانه هو اللي كيهمنا كمغاربه، اما بالنسبه للتقييم ديالو في هذه المباراه فخدها تنقيس 7، وحاليا نادي ويستام يونايتد كيحتل المركز الثامن ب 48 نقطه، اما عن امين عدلي فاليوم بدا كاساسي ضد نادي فيردر بريمن، ولكن المدرب الاسباني تشافي الونسو خرجوا بين الشوطين، وللامانه لم اشاهد هذه المباراه باش نعرف واش التغيير كان بسبب الاداء او لاراحه اللاعب لمباراه الخميس القادمه اللي غادي تكون ضد ويستام يونايتد في الدوري الاوروبي. عموما امين كانت عنده واحد الفرصه كان غادي ماركي فيها هي اللي كتبان لكم حاليا، ولكن الكره للاسف ارتطمت بالعارضه، اما التقييم ديالو فكان خدا 6.8، وكما طبعا كان متوقع عدلي امين اليوم رسميا توج بلقب الدوري الالماني عن جدار واستحقاق، مبروك لامين وتشافي الونسو ولجميع اللاعبين والجماهير، يستاهلوا صراحه مقياسا على الموسم الرائع والخرافي اللي داروا، وختام ومسك مع داري اشرف اللي هز شباك كورتريش في اخر ثواني المباراه بعد راسيه جميله ورائعه جدا، هدف صعيب تماركي من هذه الوضعيه بالذات وانت عاطي المرمى بالذات.
الدار. للأمانة هدف جميل جدا كما قلنا، واللي عطى به ثلاث نقاط جد ثمينة لنادي شالوروا، بل وكيقرب ناديه من ضمان بقائه في الدوري البلجيكي الممتاز. أما تقييم أشرف فكان خدا 8.3 كأعلى تقييم في مباراة.